Ahí. Sahid. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر عمي ابو نايف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا من سمع درسنا. باب كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله. الترغيب في قول العفو والعافية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس عم النبي، أكثر من الدعاء بالعافية. نعم، هذا الحديث أيها الكرام الفضلاء من الأحاديث التي ينبغي للمسلم أن ينتبه بها، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فها هو يروي ابنه ابن عباس يروي هذا الحديث في قول النبي لأبيه يا عباس، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، وانظر إلى هذا الأدب واللطف. قال: يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من الدعاء بالعافية، أكثر من الدعاء بالعافية. وجاء أيضا أن العباس أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: علمني شيئا أسأله الله عز وجل. قال: سل الله العافية. قال: فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. تأملوا في ذلك أيها الكرام الفضلاء، يكرر نفس الجواب لنفس السؤال الذي تتعدد إجاباته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن النبي جاءه الرجل فقال: علمني خيرا يا رسول الله، فعلمه قال: قل رب اغفر لي واهدني وارزقني. فقال: هذا لربي، فما هذا؟ فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. وقال: هذا لربي، فماذا لي؟ قال: قل رب اغفر لي وارحمني، قل رب اغفر لي واهدني وارزقني. فجمع بها يديه، قال: ملأ يديه بالخير. هنا نفس السؤال. وأتت أيضا كما جاء عن أم هاني عند أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم، قالت: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلمها قال: سبحي عشرا. فقال هذا الحديث، لا، هذا حديث أم سليم، لما حديث أنس لما أتته فقالت: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هو عند أهل السنن أيضا وعند أحمد، قال: سبحي عشرا واحمدي عشرا وكبري عشرا وسال الله حالتك، يقل لك: قد أجبتك، قد أجبتك. وفي رواية يقل لك: نعم نعم. أما أم هاني قالت: يا رسول الله، علمني ذكرا ودعاء أدعو به وأنا جالسة، فإني قد كبرت وبدنت. فقال: يا أم هاني، سبحي 100 واحمدي 100 وهللي 100 وكبري 100. فهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعطي الجواب على ما يراه من قدر السائل، على ما يراه من قدر السائل. فهذا هو عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه. فإذا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين له ذلك، ويأتيه مرة أخرى بعد أيام فيأتيه بنفس الجواب، لأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من الأدعية أيها الكرام الفضلاء، أي والله، ولا يقوم مقامه شيء من الكلام، لأنه إذا عافاك أغناك وكفاك وآواك. فلما قال سل الله العافية، الألف لم تفيد الاستغراق، العافية من كل شيء، من الأدواء والأقذاء والهموم والغموم والمشاكل وتربص الأعداء
ومن كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. فلذلك علينا أن نكثر من سؤال الله العافية، علينا أن نكثر من سؤال الله العافية. وقد مر معنا في حديث مالك الأشجعي قبل ذلك: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، واهدني وارزقني وعافني. ولذلك من حديث أبي هريرة: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وأيضا من حديث عائشة لما قالت: يا رسول الله، عند الترمذي: إن أنا علمتها ماذا أقول يعني ليلة القدر؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذلك علينا أن نكثر أيها الكرام الفضلاء من الإكثار من دعاء الله العافية، من دعاء الله العافية. وصح من حديث أنس بن مالك عند الترمذي والبخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. يعني قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له: مثل الذي قاله بالأمس. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له: مثل ذلك الذي قاله له في اليومين السابقين. ثم قال له، يعني كان الرجل تقال لها، فالنبي أراد أن يقنعه وأن يبين له، قال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. إي والله، صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إي والله، إذا أعطينا العافية في الدنيا وفي الآخرة فقد أفلحنا وأنجحنا وأرجحنا بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا عوفيت فقد كفيت، وقد ذهبت عنك الشرور، وذهب عنك كل ما يهمك ويهمك، وكل ما يؤذيك، فقد برئت من المصائب، وبرئت من العلل، وبرئت من الإحن، وبرئت من المحن، وبرئت من البلايا، ولقيت الله عز وجل طاهرا مطهرا. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث ابن عمر: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. هذا كله مجموع في قوله: اللهم إني أسألك العافية والمعافاة. كل هذا مجموع في هذه، كل هذا مجموع في هذه: اللهم إني أسألك العافية والمعافاة، اللهم إني أسألك العافية والمعافاة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. علينا أن نكثر من هذا الدعاء يا كرام، وأن نعلمه أولادنا وأهلنا ونساءنا وأصدقاءنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين. كل من أتعبه المرض وجلس على السرير الأبيض، وكل من ركبه الدين، وكل من نزل به الهم ونزل به الغم، سل الله العافية، سل الله العافية. تذكروا في أول خطبة خطبها أبو بكر وأول حديث له في مسنده عند أحمد لما صعد منبر النبي عليه الصلاة والسلام فبكى لأنه صعد المنبر الذي كان يصعد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قام فينا رسول الله عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. اليقين اللي هو الإيمان، العافية أن تسلم من الشبهات ومن الشهوات ومن الشدائد والبلايا والمكاره الدنيوية والأخروية. قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند قوت يومه فإنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلذلك الإنسان يسأل له العافية ويلذ بها. ولذلك قال من قال: ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية،
والمال حلو حسن جيد على الفتى لكن عارية، ما أحسن الدنيا ولكنها مع حسنها غدارة فانية. إذن ما الذي يبقى؟ يذهب المال، يبقى أن تسأل الله العافية، أن تسأل الله أن يعافيك، أن تسأل الله عز وجل أن يعافيك في كل ما أهمك وفي كل ما أغمك. ولذلك من المواطن التي فيها سؤال العافية في دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح، أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة لما يقوم من الليل كان يسبح عشرا ويستغفر عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. بين السجدتين، بين السجدتين، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، يقول ذلك بين السجدتين صلى الله عليه وسلم. ومر معنا رب اغفر لي، وأن تقولها أيضا رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، كما جاء من حديث ابن عباس عند أبي داود. في الوتر، في الوتر، ألم نقل وعافنا في من عافيت، وعافنا في من عافيت، في دعاء الحسن بن علي عند الترمذي. وأيضا من أذكار الصباح والمساء نقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، حديث أبي داود. نقوله أيضا في أذكار الصباح وأذكار المساء. وعند الاستيقاظ من النوم، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، رواه ابن السني وذكره النووي في كتابه الأذكار. وعند النوم أيضا من حديث ابن عمر عند مسلم، اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن متها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وأيضا عند رؤية المبتلى كما من حديث أبي هريرة، من رأى مبتلا فليقل الحمد الذي عفاني من ابتلاك به وفضلني على كثير ممن عباده تفضيلا، فإن قال ذلك كان هذا هو شكر تلك النعمة. ولذلك الرجل الذي النبي رآه مثل الفرخ من حديث أنس في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكنت تدعو بشيء؟ قال: نعم. قلت: يا رب لو أنت معذبني بشيء عذبني في الدنيا. قال: إنك لا تطيق. ألا قلت: ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا عند دخول المقابر، عند زيارة المقبرة أو المرور بها، في حديث بريدة كان النبي يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، وهو حديث صحيح. هذه كلها مواطن أيها الكرام الفضلاء في هذا السؤال، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وجوده ومنه وكرمه، ونسأله العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم عافنا، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتجنب سخطك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخارخا وسائرا بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا وأبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا أمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ومن كان منهم حينا طول عمره على طاعتك ومرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الربا والزنا والزلازل والمحن والسيء الأسقام ما ظهر منها وما بطن، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نجنا من الشر والضر والكفر والفسق والفجور يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أحب عبادك إليك وأقربهم زلفى لديك.
يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الرحمة، يا عظيم المغفرة، ارحمنا واغفر لنا ويسر لنا كل أمر عسير، يا سميع يا خبير يا بصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.